واعلن طبعا او تم عقد مؤتمر اعلن به وزير الشباب والرياضه الكابتن عدنان درجال خلال المؤتمر انه اكو خطوات تحققت حتى قدرنا انه نستضيف او ان شاء الله راح نستضيف خليجي 25. وايضا قال انه هاي هي مهمه تعتبر مهمه لكل الشعب العراقي، يفترض الكل تتكاتف الجهود حتى ينجح هذا الموضوع، وان شاء الله يا ربي يتم بخير وسلامه ويضيف للعراق امجاد ويرجع امجاد العراقيين ويرجع موضوع انه العراق فتح ابوابه والعراق بحاله من الامان ونقدر نستضيف به بطولات على مستوى العالم. هذا النجاح هو كان نجاح مزدوج الحقيقة في الاجتماع اللي عقد يوم 26/4 في العاصمة القطرية الدوحة، وكان عبر الدوائر التلفزيونية. يمكن تتفاجئون إذا القرار صدر خلال يمكن في مدة لا تتجاوز 10 دقائق، وكان هناك قرارين وليس قرار واحد. القرار الأول هو إجماع على استضافة العراق لخليجي 25، والقرار الثاني هو تبني أشقائنا وأخواننا رؤساء الاتحادات الخليجيين والاتحاد الخليجي لكرة القدم بموضوع رفع الحظر عن بقية ملاعبنا. المهمات اللي كانت على الرغم انه احنا بيوم واحد بثلاث دول، لكن كانت ببعث راحة انه شعرنا نحن أعزاء واحنا موجودين بين اخوتنا، والتعاطي معنا بقدر العراق وقدر العراق كبير يا اخوان. عموما انا ما احب اطيل عليكم، تحدث اخويا معالي الوزير بالظروف اللي صارت اليوم. خليجي 25 حقيقه وواقع على الارض، وحتى الدوله البديله قد انتم تعرفون كرياضيين بس الاخرين ما يعرفون انه اكو دوله بديله. هذا ضمن اللوائح، لازم اكو دوله بديله. الدولة البديلة مستعدة أن تقدم كل الدعم اللوجستي باعتبارها قريبة علينا اللي هي دولة الكويت العزيزة. أكيد إنجاز للعراق في هذا الوقت العصيب لما يمر به العراق، أكيد اليوم إحنا سعداء جدا أيضا بوجودنا في هذا المكان في سبيل أنه ندعم هذا الملف وندعم بطولة خليجي 25. أكيد كان هناك صعوبات كثيرة، لكن الحمد لله وشكر أنه الله سبحانه وتعالى وفقنا ووفق الجميع في انه يكون الخليجي في البصره. بطولة كاس خليجي 25 ان شاء الله بالعراق، وهذا الكاس الموجود هو الكوبي الكاس الاصلي، والحمد لله والشكر، وكلنا احنا حاضرين وكل اخواننا روابط مشجعين الخلاجه متصلين وياهم، وكلهم راح يجون الى بطوله كاس خليجي 25 بالعراق، ونرحب بيهم ونقول لهم هلا بكم هلا.